السلام عليكم، معكم نبيل من روك بايما. اليوم غنقدموا لكم لو سيستيم سون فيل ديال لامارك بوس WL20. ملي غتجربوا WL20 ديال بوس ما غاديش تعاودوا تستعملوا الكابل، حيت كتحس بواحد الحريه في لو جو وتقدر تبقى تدور عند الباند ديالك بكل اريحيه. اول حاجه كطيح لينا في بالنا هي واش كاينه لاتونس. لاتونس تقريبا من عادمه اللي ما كنحسوش بها بالودن ديالنا، اللي هي 2.3 ملي سكوند. وثاني حاجه هي لوتونومي اللي كتشد 12 ساعه ديال لو جو. كان معكم نبيل من روك بويما، تلقوا فيديو جديد.